حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بالعناوين. مشاعر تضامن في بلدان عدة، نصرة لفلسطين، الصوت في عواصم عدة والصدى في غزة. إذن مشاهدينا، ليست غزة وحدها في انتصاراتها ولا هي وحدها في محنة الحصار الذي يفرضه الكيان الغاصب على حدودها، إنما القلوب النابضة بإنسانيتها والممتدة في بقاع جغرافية مترامية عبرت في جمعة طوفان الأقصى عن مؤازرتها لنشاط المقاومة الذي أربك الاحتلال وأذاقه درسا لا ينساه أبدا وأفاقه على أشد كوابيسه دموية منذ 50 عام، وجعلته أمام مسافات صفرية من مأزق حقيقي يهدد وجوده إلى الأبد. فمشاعر التضامن ممتدة بالألم والدعوات وهدير المنصات، علاوة على كونه رسالة للمنظومة الدولية التي ترى بعين واحدة وتجزئ الإنسانية بحسب أهوائها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن طوفان الأقصى هذه العملية النوعية التي لم تشبه أي سوابق جربتها إسرائيل، وأذاقت الاحتلال مر الهزيمة المدوية بسلاح بسيط، وأسقطت كل فرضيات متانة القوات العسكرية والجدار الحصين الذي كانت تصدره تل أبيب. فجميع ما ذكر آنفا تداعى في ساعات أول لهجوم القسام الذي أقسمت ونفذت أن تترجم صرخات المدن المحتلة والمكتومة إلى أفعال، ومارست حقها الذي لا يجرؤ أحد على سلبها إياه. وأمام ذلك مشاهدينا، فأن غزة المحاصرة جورا أصبحت تتمتع بمصادر القوة وتراكم الخبرة، وهذا ما يعد نقطة إضافية لدعم مسيرة التحرير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذه الملفات نرحب سويا بضيوفنا الكرام. أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بغداد الدكتور حيدر حميد، أهلا بكم دكتور،
وكذلك الترحيب برئيس مركز ألوان للحوار دكتور حيدر برزنتشي. أهلا بك دكتور حيدر برزنتشي، وأيضا الترحيب بالباحث بالشأن الإقليمي والدولي من طهران مباشرة عبر سكايب دكتور حكم أمهاز. أهلا بك دكتور حكم. أبدأ معك دكتور حيدر حميد، ما مدى أهمية المسيرات والتظاهرات الكبرى التي خرجت في عدة مدن أبرزها بغداد نصرة للقضية الفلسطينية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، والشكر موصول لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأيام الأفاضل والعاملين فيها، وأسعدتم مساء وأيضا لضيوفنا في هذا البرنامج. في الواقع أهمية هذه التظاهرات التي انطلقت في مدن عدة سواء في بغداد أو في القاهرة أو في اليمن أو في عمان أو في لبنان، يتأتي لتأييد لنصرة القضية الفلسطينية ولحشد التأييد للرأي العام العربي والعالمي للوقوف إلى محنة الشعب الفلسطيني وضد الاعتداءات الإسرائيلية. نحن بحاجة في هذا الوقت إلى تصعيد النضال الوطني عبر سواء التظاهرات أو الاحتجاجات أو حتى الوقفات والمواقف السياسية من أجل ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني وعلى الرأي العام العالمي. طيب إذا تسمح لي قاطعك دكتور حميد، لماذا إذا كنا بهذه الحاجة الماسة لتعظيم هذه الوقفات وهذه المساندة للشعب العربي الفلسطيني، لماذا قمعت التظاهرات والاحتجاجات في الأردن؟ يعني في الواقع يعني في الأردن الوضع ربما الوضع السياسي يختلف، هنالك كانت هبة من الشعب الأردني ودعوات من أجل أن تكون إعلان الجهاد لمقاتلة العدو الصهيوني، وكانت السلطات في الأردن لا تريد أن لهؤلاء المتظاهرين أن يصلوا إلى الحدود الإسرائيلية أو حدود الكيان الصهيوني ومن ثم دخولها، وبالتالي يسبب إحراجا للنظام السياسي في الأردن، لأنه كما يعلم الجميع أن الأردن هي ترتبط بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ومواقف الأردن عبر تاريخها هي لم تكن جزءا من عملية المواجهة العسكرية إلا في نطاق محدود. يعني كلنا نتذكر أنه في عام 1973 في حرب أكتوبر أنه أول من أوصل خبر أنه الجبهة سوف تقوم أو الحرب سوف تقوم ضد إسرائيل هو الملك حسين، وبالتالي هنالك الأردن لا تريد أن تكون جزءا من عملية المواجهة مع إسرائيل، وتريد أن تحافظ على الوضع الأمن الداخلي في الأردن، وبالتالي هي أيضا تريد أن تقوم الاحتجاجات لكن في داخل عمان دون الوصول إلى الحدود الأردنية. طيب. وهذا أيضا ينطبق على ما حصل في لبنان، يعني كانت هنالك منع وانتشار للقوات العسكرية اللبنانية على الحدود الفاصلة مع الكيان الغاصب، وكانت تريد عدم السماح لوصول أي حركة احتجاج إلى الحدود، وبالتالي تشكل تهديدا للمستوطنات الإسرائيلية القريبة على الحدود. أهلا بك مرة أخرى دكتور حيدر برزنتشي. وشهدنا يعني قبل هذه التظاهرات والاحتجاجات الكبيرة خصوصا في بغداد، سبقها بيان للإمام السيستاني أكد به واشترط شرط للسلام أن يسبق زوال الاحتلال، هل يمكن اعتبار ما جاء في بيان الإمام السيستاني بمثابة فتوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، ورباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. حقيقة تحية طيبة لجنابك الكريم ولضيفيك الكريمين، حياك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الشعب المظلوم المحروم من حقوقه منذ 7 عقود. وأشار سماحة السيد المرجع حفظه الله في بيانه الذي أنا أصفه حقيقة كقراءة بمثابة فتوى أو فتيا بالذهاب باتجاه إزالة هذا الكيان الذي حقيقة بقاؤه تبقى المشكلة والمعاناة مستمرة، بالإضافة إلى أن موقف المرجعية هو موقف حقيقة موقف كل العراقيين، وبالتالي هو موقفا شرعيا وإنسانيا وموقفا يمثل الطائفة ليس فقط العراقيين، فالمرجعية لا تمثل فقط من هم موجودين في داخل حدود البلد. بالإضافة إلى موقف السيد الخامنائي كذلك، يعني هناك تسلسل وعديد من المرجعيات التي أشارت وأثارت وأعطت صلاحية المشروعية الشرعية للمقاومة بأن تذهب باتجاه اقتلاع هذه الغدة السرطانية
التي توجد في هذه البقعة التي أنشئ عليها هذا الكيان. وبالتالي هناك حقيقة تكتيك من قبل أبناء المقاومة، هناك تعدد أدوار ووحدة هدف. اليوم الساحة الجغرافية للمقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى رجال، وهم أعلنوا ذلك. هم من يقودون الحرب، هم من قادوا الانتصار، حتى لا نقلل من قيمة هذا الانتصار ومن قيمة هؤلاء الرجال. وهذا أيضا ما تحدث به السيد القائد الإمام الخامنائي كذلك، أنه النصر فلسطينيا، النصر لهذه المقاومة. غيرت المعادلة. أنا أقول ما قبل الطوفان ليس كما بعد الطوفان. اليوم هناك معادلات دولية تغيرت. كذب وزيف المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية التي وئدت في مهدها عندما خرجت التصريحات العنصرية، التصريحات الطائفية تجاه الشعب الفلسطيني. فرنسا يدعو وزير العدل إلى معاقبة بالسجن إلى 7 سنوات تصل عقوبة من يخرج في تظاهرة. هل هذه حرية التعبير؟ إيطاليا كذا، عفوا بريطانيا كذلك، ألمانيا كذلك. إذن حقيقة طوفان القدس هو طوفان لكل هذه الدول التي حاولت خلال السنوات الماضية أن تتعامل وتتعاطف مع القضايا التي تريد أن تصدرها. نعم. أيضا رحب بك مرة أخرى دكتور حكم. هذه التظاهرات، هذه المواقف الرسمية والشعبية مختلف عواصم العالم خصوصا العربي والإسلامي، ما وقعها بالنسبة لقلوب الفلسطينيين أنفسهم؟ سؤال لم أسمعه بشكل واضح. سألتك ما وقع هذه المواقف الرسمية والشعبية الدعم لفلسطين وهذه التظاهرات الكبيرة التي خرجت في أكثر من مدينة عربية وإسلامية دعما لفلسطين، ما وقع هذه المواقف والتظاهرات في قلوب الفلسطينيين؟ جيد، دعنا نقول أولا تحية لك ولضيفيك الكريمين وللمتابعين. أولا دعنا نقول أن اليوم غزة تحولت إلى عاصمة عالمية لكل هذه التظاهرات التي حصلت. نحن نتحدث عن غزة في موقع جغرافي، ونتحدث عن نفوذ ورأي عام داعم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم. عمليا اليوم الرأي العام العالمي قلب المعادلات بشكل كبير جدا، ووجه رسالة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية وللإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني ليس لوحده، بل هناك شعوب وقوى تدعم هذا الشعب في مواجهة ما يتعرض له من آلة إجرامية وجرائم وحشية، جرائم يعني بالوصف القانوني هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم تطهير عرقي، جرائم عنصرية، إضافة إلى جرائم أخرى يمكن أن تضاف في هذا الإطار. فعمليا أثبتت اليوم الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة بأنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني على امتداد جغرافيا العالم. وبالتالي على الأقل هذه التظاهرات أعطت أيضا دفعا معنويا للشعب الفلسطيني بأنه ليس لوحده، ليس متروكا لوحده، لأنه في الأيام القليلة الماضية كنا نسمع الفلسطينيين ولا لازلنا نسمع الفلسطينيين يطالبون الشعوب العربية والإسلامية بأن تتحرك، ولكن يدرك تماما الفلسطينيون بأن هناك أنظمة تقمع وهناك أنظمة غربية تتعامل مع الأمور بمعيارين وبعين واحدة. وبالتالي عملية الحركة للشعوب وللداعمين وللأنصار في كل العالم هي في أماكن معينة مقيدة، في أماكن معينة مقموعة. تصور أنه بفرنسا التي تدعي الديمقراطية أنه من يناصر القضية الفلسطينية يناصر المقاومة الفلسطينية يعني يهدد بالحبس، أيضا في ألمانيا كذلك، أيضا في بعض الدول الأخرى. وبالتالي هذه الأمور بطبيعة الحال بالرغم من كل ذلك وجدنا أن المناصرين ينزلون إلى الشارع بكل قوة ويهدفون دعم للمقاومة ولفلسطين مهما كلف الثمن. يعني عندما تجد أن هذه الناس بالرغم من كل هذا القمع وبالرغم من كل هذه التهديدات تنزل إلى الشارع، فهذا يعني
أن هذه الجموع الغفيرة على امتداد الجغرافيا العالمية مستعدة لأن طيب. تنزل في معركة عسكرية وليس فقط في معركة. لكن دكتور حكم، هذا الدعم الكبير، الدعم الغربي لإسرائيل، ألا يعتبر ضوء أخضر للكيان الصهيوني للإغال بالدم الفلسطيني؟ تماما طبعا، يعني هذا الأمر أصلا ليس دعما فقط، نحن نتحدث عن أن الأمريكي والأوروبيون الآن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هم شركاء كاملون في هذه الجريمة البشعة والوحشية، يمكن أن نصفها بجريمة العصر اليوم. يعني نتحدث اليوم عن عملية إبادة جماعية، عملية كلنا، عملية تطهير عرقي، عملية عنصرية، مجازر ضد الإنسانية إلى آخره. تصور أنهم يحاولون أن يجوعوا الشعب الفلسطيني في غزة ويقتلونه جوعا وعطشا بدون كهرباء وبدون ماء وما إلى ذلك. عمليا بالرغم من كل هذا الذي أشرنا إليه، أنا أعتقد أنه بالنتيجة حتى يعني لو استمر هذا الدعم واستمرت هذه المشاركة من قبل الدول الغربية، أعتقد أن هذه التظاهرات التي حصلت اليوم بهذه القوة هي تشكل ردعا على مستوى الرأي العام لهذه القوى الغربية، لأنه نحن نعرف أن القوى الغربية تتأثر بشكل كبير جدا بالرأي العام. ونحن عندما نتحدث عن تظاهرات اليوم نتحدث عن أن هناك يعني من يحملون الجنسية الأمريكية ويحملون الجنسيات الغربية، وأيضا نتحدث أيضا عن عرب ومسلمين أيضا موجودون في الأصل في هذه الدول الغربية ولديهم لوبيات وتأثير. فعمليا التحرك مطلوب، إذا لم يكن هناك قوى مثلا مطلوب منها أن تتحرك عسكريا هي محور المقاومة، جيد، هناك قوى أخرى يجب أن تتحرك، هي القواعد الشعبية تتحرك بالتظاهرات. هناك أيضا نحن كإعلاميين وأنتم كإعلاميون يجب أن تتحركوا على أساس مهنياتكم، الأطباء أيضا، المهندسون، المحامون، كل المقاومة ليست محصورة في البندقية. المقاومة هي عمل شامل متكامل فيما بين الجميع لتحقيق الهدف الذي تريده هذه المقاومة، سواء كان في موضوع تحرير القدس وفلسطين وإزالة الكيان الصهيوني أو في مواجهة تحديات من قبل الدول الغربية. أعود لك دكتور حميد، ننتقل للحراك الرسمي، الحراك السياسي. مثلا زيارة وزير الخارجية الأمريكية للأردن وبعدها إلى قطر، هل هنا تبحث واشنطن عن مساحة ضغط عربية من أجل الضغط على حماس؟ أعتقد أن زيارة وزير الخارجية هي بدأت في الكيان الغاصب، وقال هنالك قولا واضحا أننا خلفكم، وسبق الولايات المتحدة الأمريكية أن أشارت إلى الكيان الغاصب بأن لا خطوط حمر، وهذا كان مؤشرا إلى أنه أن تستخدم إسرائيل كل قوتها والآلة العسكرية في ضرب غزة. يعني تصور سيدي الكريم أن ما تم إلقائه من متفجرات على غزة خلال 5 أيام يعادل ما تم إسقاطه من متفجرات في أفغانستان من قبل القوات الأمريكية لمدة عام. نعم. وبالتالي هذه الزيارة هي تأكيد على دعم الكيان الصهيوني. نعم. أعتقد أن زيارته المكوكية إلى هذه الدول لمحاولة حشد التأييد إلى الكيان الغاصب، وفي نفس الوقت لبحث بعض المسارات في عملية إيجاد مخرج لموضوع الرهائن. يعني ما يهم الكيان الغاصب هو عملية إطلاق الرهائن، وأيضا ما تهم بعض الأقطار العربية مثل مصر وربما حتى قطر هو إقناع الكيان الصهيوني بأن يوقف العمليات لمدة 6 ساعات على يعني ربما أو أكثر من أجل فتح ممرات آمنة لعملية تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. الأسرى يمكن دكتور حيدر مهمين بالنسبة لواشنطن والإسرائيل، لكن اليوم حماس أعلنت مقتل عدد من هؤلاء الأسرى الإسرائيليين في الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكن ممكن لواشنطن أنها تريد أن تنقل المعركة من الميدان العسكري إلى ميدان السياسة؟ هذا وارد جدا، لأنه في نفس الوقت هي أيضا لا تريد أن تتسع نطاق المواجهة العسكرية، وفي نفس الوقت أيضا تريد أن تحشد الدعم للكيان الغاصب لكي تجد له تبريرات بما يفعله على أرض الواقع. ولا أعتقد أن هذه المحاولات سوف تقنع حتى الأنظمة العربية التي ربما تحسب على أنها تدور في الفلك الأمريكي، يعني باستثناءات يعني محدودة.
يعني أعتقد أن قطر هي أحد اللاعبين الأساسيين في عملية أي تسوية سياسية. يعني أنا أعتقد أنه إذا ما زار وزير الخارجية قطر ربما قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي بإمكانها أن تخوض مفاوضات خلف الكواليس لإيجاد ربما مخرج لهذه الأزمة في مرحلة قادمة. ومصر أيضا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة الضغط على مصر ربما في أيضا في مرحلة قادمة لفتح الحدود، يعني لعملية قيام إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ودخولهم إلى أرض سيناء، وبالتالي إنشاء مستوطنات فلسطينية على أرض سيناء، وبالتالي يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إنهاء القضية الفلسطينية. هذا أحد السيناريوهات التي تطرح من قبل العملية العسكرية التي ربما ستقوم بها إسرائيل في حالة اجتياحها لقطاع غزة. وهنالك باعتقاد أيضا ثلاثة سيناريوهات في الأيام القادمة سوف هي تحصل. يعني السيناريو الأول هو ربما أن نشاهد اجتياحا عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة، ونظريا سوف يمكن للكيان الغاصب أن يسيطر على غزة، لكن عمليا سوف يفشل بسبب أن هنالك استعدادات كبيرة للمقاومة، وأيضا هي حسبت حسابها لهذا اليوم. وأعتقد أن الاستعدادات هي قائمة على قدم ساق، ومن ثم أن عملية قتال المدن في منطقة ضيقة ومحصورة ومكتظة بالسكان هي ليست عملية سهلة أو نزهة للجيش الإسرائيلي. وفي نفس الوقت السيناريو الثاني التي سوف تسعى إسرائيل من خلال عمليتها العسكرية إلى تقطيع غزة إلى كانتونات، والسيناريو الثالث هو السيطرة على محيط غلاف غزة، ومن ثم الكسب أوراق للتفاوض في المرحلة القادمة خصوصا فيما يتعلق بالرهائن أو الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة حركة المقاومة الإسلامية حماس. أعتقد أنها نعم. طيب دعني أنتقل إلى دكتور حيدر برزنشي. طوفان الأقصى دكتور حيدر برزنشي أثبت هشاشة الكيان الغاصب عسكريا وأمنيا واستخباريا وسياسيا، وجاءت اليوم زيارة وزير الدفاع الأمريكي لوستن إلى إسرائيل إعلان تقديم المساعدة بدون أي خط منقطعة النظير كتجهيز منظومة القبة الحديدية بالقذائف وأسلحة على أي مستوى كان. هل الأمريكان على يقين أن الاحتلال وصل إلى هذه المرحلة من الهشاشة وفعلا هناك مخاطر بقرب زواله؟ قطعا هم يعلمون، وفعلا أنه هذه الصفعة الكبيرة وهذا الانكسار والانحدار في جميع أو أكثر من باب ممكن أنه يوصف، أمنيا استخباريا عسكريا، وهجوم من ثلاث محاور بري بحري جوي، كل هذه الأموال التي أنفقت، كل هذه الترسانة العسكرية التي يتحدثون عنها طوال عقود من الزمن وأنها تكنولوجيا متقدمة، سبقها ما حصل في جنوب لبنان عام 2006 في حرب تموز عندما كسرت هيبة وشوكة الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، جيش العدو الإسرائيلي، عندما قدم وزير الدفاع استقالته آنذاك، وكانت قضية الميركافة هذه معروفة في إقليم التفاح. هذه القصة وغيرها أعطت صورة مغايرة عندما كان يتحدثون الأخوة في حزب الله عام 2000 والسيد حسن نصر الله عن أنه تحرير الجنوب قضية وقت ليس أكثر، وأنها قضية مؤجلة غير معجلة. لا. الكل كان يعتقد غير ذلك. اليوم محاولة الدعم أو الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني هو محاولة لتعويض الانكسار، تعويض الانهيار. هذه الصورة لا يمكن أن تمحى مهما حاولوا أن يستهدفوا بطريقة الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المدن والقرى والبيوت والمباني السكنية، واستهداف وصل إلى الإعلاميين وإلى المسعفين. هناك جنون عندما يخرج وزير دفاع عنصري متطرف ويتحدث بكل وقاحة، ووصف الإنسان، هذا الإنسان الذي يتحدثون عن حقوق الإنسان لمدة عقود وسنوات بأنهم حيوانات بشرية، هذا أعتقد أنه كافي جدا ويعطي صورة واقعية. عندما يخرج رئيس الولايات المتحدة ويكذب ويقول أن هناك قطع لرؤوس الأطفال من قبل
كتائب القسام وهم يظهرون فيديوهات أخرى ثم يرجعون مرة أخرى ويتراجعون. تراجعوا، لكن ماذا عن قتل الأطفال؟ يوم الأمم المتحدة أعلنت أو اليونسيف أعلنت عن مقتل أكثر من 450 طفل في غزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذه إدارة التوحش والماكنة التي تقتل وهي المسؤولة عن جميع خطوط التطرف ومتبنيات التطرف في العالم، فهي من دعمت داعش وهي من دعمت المتطرفين في العالم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان، وهذا أصبح مكشوف. اليوم هناك محور اسمه محور مقاومة، إزاء الماكنة العسكرية الضخمة الكبيرة التي تمتلكها كما يدعون الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني. كسرت هيبتهم، كسرت شوكتهم. عندما نتحدث اليوم نقول محور المقاومة ومحور الشر اللي هو الولايات الأمريكية والصهيون الأمريكي. هذه المقاربة والمقارنة لم تكن موجودة قبل أربعة عقود من الزمن، عندما انطلق أو أطلق الإمام الخميني رضوان الله عليه في ذلك الوقت آخر يوم من يوم الجمعة ويوم القدس. من هنا بدأت القصة. تجد اليوم المواقف الشيعية تحديدا أقولها بصراحة في العراق تختلف وبكل قوة، وهي الأبرز وهي الأكثر وهي الأكفى وهي التي تدافع عن حقوق فلسطين. بعضهم طبعا وهنا أتحدث دفن رأسه بالتراب كالنعامة يخجل. هذه النقطة تحديدا دكتور حيدر برزنتش، يعني حجم الإدانة لممارسات آلة الدمار الإسرائيلية واضحة اليوم بالوقفات التي جرت في بقاع مختلفة من العالم. مو المفروض يعني إزاء هذه الجرائم المنظومة الدولية تتعاطى مع ما يحصل بشكل مهني إنساني، شهداء جرحى مدنيين عزل وأطفال وكبار السن. هاي الصور ليش أجزت عن تحريك العالم الغربي خصوصا؟ لأنهم حقيقة غير إنسانيين، لأنهم هم أداة من أدوات القتل وهم أداة من أدوات انتزاع الإنسانية من هذه البقاع. لماذا انتفضوا جميعهم وذهبوا إلى أوكرانيا وتغاضوا ودعموا بالسلاح والمال وبكل شيء حتى إدامة الحرب، ولكنهم غضوا النظر عن كل المأساة التي تحصل؟ وأنا متابع للميديا الغربية، هي تنقل صورة أحادية الجانب. هناك نوع من فقدان البصر والبصيرة لهؤلاء، هم حقيقة لا ينظرون إلا بعين واحدة، عين الباطل. هذا هو الواقع الغربي الذي حاول أن يخدع المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية وتسويق بعض المفردات وبعض الحقيقة المصطلحات التي يحاول أن يخدع بها شبابنا. هؤلاء اليوم طوفان القدس كشف زيفهم وأسقط حدوثتهم التي يتحدثون عنها. طيب، خلال دعني أذهب إلى طهران مرة أخرى. دكتور حكم، اليوم هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، لقاء مع السيد حسن نصر الله ووزير الخارجية اللبناني. ما مدى أهمية هذه الزيارة من قبل إيران، وهل ممكن أن تدخل الجمهورية الإسلامية فعلا على خط المواجهة؟ شوف، اولا هذه الزياره لها يعني لها وظيفتها في اطار ما يجري في المنطقه، وهو التنسيق فيما بين اعضاء محور المقاومه والتنسيق في التحديات التي تواجهها المرحله الحاليه. وبالتالي الجوله التي قام بها السيد عبد اللهيان هي شملت العراق وشملت لبنان، والان لا اعتقد ان كان وصلكم الخبر، هو اصبح الان السيد عبد اللهيان في سوريا والتقى الرئيس بشار الاسد. عمليا التصريحات التي أدلى بها الوزير كانت واضحة، وزير الخارجية الإيراني كانت واضحة جدا، وهو أعتقد أنه اختصر فيها أهداف الزيارة. هو قال أنه إذا استمرت جرائم الحرب، هذه عندما يستخدم كلمة جرائم الحرب هو مصطلح قانوني، تعرف يعني ما معناه، إذا ما استمرت جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فأنه كل الاحتمالات مفتوحة من قبل ردود محور المقاومة. لم يحدد أي محور، تحدث لكنك ذكرت كامل. أن هناك تنسيق بين أطراف المقاومة دكتور حكم، يعني عندكم استعداد للمواجهة؟ هل تتوقعون أن تقدم الولايات المتحدة على توسيع نطاق المواجهة أن يصبح إقليميا؟ لما أنا هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه، يعني بمعنى أولا، وهو قال، لاحظ هناك ملاحظات جدا يجب أن نلتفت إليها.
هو قال أنه سئل من قبل مسؤولين غربيين، هل تعتقدون أن موضوع غزة يتدحرج ويتحول إلى حرب إقليمية؟ فأجاب بهذه الإجابة التي أشرت إليها، أنه في حال استمرت جرائم الحرب الإسرائيلية فأن كل الأمور مفتوحة وستكون الردود من بقية المحور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في الجو العام ليس هناك من أحد يريد أن تصل الأمور إلى معركة إقليمية، باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسببين. السبب الأول هو أن يحول المعركة من معركة مع الفلسطينيين، يعني بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى معركة إقليمية لكي يستجر الأمريكي والغربي ليشارك بشكل مباشر في هذه المعركة. الآن الغربيون يساعدون بالأسلحة وغيرها، ولكن إذا تحولت المعركة إلى إقليمية سيجبر الأمريكيون والغربيون على المشاركة فيها، مثلا عبر الطيران، بالمشاركة بالطيران وبالقصف من البحر وما إلى ذلك. نعم. فهذا السبب الأول الذي يريد أن يحوله. لماذا؟ لأنه يريد أن يحول الهزيمة التاريخية التي نالها إلى انتصار. هذه النقطة الأولى. النقطة أو السبب الثاني هو أن هناك بطبيعة الحال مثل الأحداث التاريخية السابقة، مع كل هزيمة تحصل للكيان الصهيوني تشكل لجنة تحقيق. يعني أيام في العام 73 شكلت لجنة تحقيق أيام جولدا مائير واستقالت. في العام 2006 كانت هناك لجنة بينوغراد، وكان توجيه الاتهام لإيهود أولمرت. الآن هو حتما سيسقط، لا شك أبدا. لذلك طيب. يحاول أن يحول هذه الهزيمة إلى نصر، حتى إذا كان هناك من لجنة تحقيق يعني تشكل، يعني تخفف عنه هذه الهزيمة التاريخية وصمة العار التاريخية بالنسبة للإسرائيلي. إذن الأمريكي نعم. في هذا الوقت الأمريكي لا يريد أن تتحول المعركة إلى إقليمية. لماذا؟ لأنه لديه من الملفات المشتعلة ما لديه، في عنده القضايا الداخلية على مستوى الحرب السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، لديه الأزمات الاقتصادية، لديه أزمات كثيرة جدا، لديه على المستوى الخارجي أوكرانيا، الصراع حول القطبية مع روسيا ومع الصين إلى آخره، فلذلك لا يريد أن يشعل المنطقة واضح. مرة أخرى. شكرا لكم الباحث بشأن الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهز، كنت ضيفا كريما من طهران. شكرا لكم دكتور، وعذرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا أيضا لرئيس مركز ألوان للحوار دكتور حيدر برزنتي، كنت ضيفا كريما. وشكرا جزيلا لكم أستاذ التاريخ السياسي دكتور حيدر حميدة. ومشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف أيضا نرحب بضيفنا الكريم الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف. أهلا بكم سيد فاضل. وبداية، صحفي أمريكي نشر مصرحا بأن عملية طوفان الأقصى هذه عملية سوف تدرس في المحافل والمدارس الاستخبارية الدولية في كل العالم. برأيك وبحسب خبرتك الأمنية سيد فاضل، كيف عجزت منظومة الاحتلال الأمنية الاستخبارية عن كشف وصد هذا الطوفان؟ نعم بشار، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. طبعا بالفعل هناك دروس مستنبطة قد تكون مستقبلية من هذه العملية الاستثنائية ذات الظروف الخاصة جدا. طبعا بالتأكيد هذه العملية يعني سبقتها إجراءات وتدريبات ويعني جهود كبيرة بذلت من قبل حماس ومن قبل الجهات التي تقف حولها يعني خلفها. لذلك يعني هي كانت تعي مليا أن هناك جدارا إلكترونيا، جدارا خرسانيا، جدارا إسمنتيا، هناك ارتفاع عالي، هناك تحصينات، هناك أبراج مراقبة، هناك دبابات ومدرعات ومزنجرات، هناك جنود، هناك أجهزة تقنية وإلكترونية عالية الدقة، مستشعرات سنسيتيفي، وهذه كلها تعد يسموها بالفقه العسكري المعوقات والمعرقلات. لكن كل هذه المعوقات حقيقة لم تصمد أمام يعني هذه الهجمة، وهذا طبعا جاء نتيجة دراسة مستفيضة، دراسة لكل ظروف الجغرافيا والأرض وهذه التحصينات آنفة الذكر. لذلك يعني هذه العملية يعني هي جعلت القبة الحديدية وإجراءاتهم في مهب الريح. طيب لكن إذا تسمح لي قاطعك، وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لإسرائيل اليوم أكد تقديم مساعدات عسكرية وتسليح مفتوح بشكل كبير من قذائف قبة الحديدية، ما الداعي لتسليحهم بقذائف القبة الحديدية وهذه القبة رغم تكلفتها مليار ونص دولار هي عاجزة عن صد صواريخ حماس؟ يعني هي القبة الحديدية بصراحة عجزت، لكن بصراحة نتكلم ليس عجزا كليا، عجزا جزئيا في بداية الأمر. الآن لا، اختلف وضعها القبة، لكن الجدار الإلكتروني هو جدار يضاهي من حيث القوة ويساوي من حيث العدد القبة الحديدية، بيد أن هناك مستشعرات سنسرات عالية الدقة وعالية الاستشعار، بمعنى أنه إذا مر من على الجدار قط يعني سيكون الجدار وسيصدر أصواتا للإنذار المبكر. لذلك يعني الولايات المتحدة خلال الأربعة أيام المنقضية جهزت الكيان الغاصب بأموال، جهزت الحكومة الغاصبة بأموال، وجهزت الجيش الإسرائيلي يعني أسلحة عاجلة تستخدم لتدمير البنى التحتية والأبنية، وهي تستخدم للحرب قريبة الامتداد، بمعنى أن الحدود مع غزة حدود متاخمة. إذا علمنا أن غزة محيطها صغير ويعني لا تتجاوز مساحتها أكثر من 360 كيلومتر مربع، وهي آهلة بالسكان، وهي حقيقة فيها بضع يعني مئات من الآلاف من الساكنين فيها. لذلك الجيش يعني الأمريكان والكيان الغاصب يشكلون تهديدا خطرا ليس إلى غزة وإلى فلسطين بل إلى المجتمع الدولي برمته. أيضا نرحب بالباحث السياسي الدكتور محمود مرادي، ينضم مباشرة عبر سكايب من فلسطين. أهلا بكم دكتور محمود. وأود أن أسألك، أنه بعد أسبوع من عمليات طوفان الأقصى، هل ما تزال المقاومة الفلسطينية تمسك بزمام المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك المقاومة الفلسطينية لازالت تسيطر على المشهد وتدير المعارك بما يعني يدلل على أنها تسيطر ويعني غير متأثرة بالمطلق من كل هذه الهالة والقصف وعديد الجيش الصهيوني الذي يشارك في المعارك، وهو الآن بالضبط يعني قرابة نصف مليون جندي الذي يحيط في غزة، بالضبط نصف مليون جندي. فبالتالي الإشكال هو استهداف المدنيين. المعركة ويعني قطاعات المقاومة
تقوم بمهامها بناء على توقعات واستشراف لأي معركة قادمة سيكون للعدو تفوق جوي ولديه أسلحة وقوة نارية هائلة ودبابات يعني فاخرة، بالرغم من أنها يعني لم تتحمل في الهجوم وسقطت تباعا هي والمدرعات نمير وبارك الحديثة ومركبة 4 و3 و2 كلها انهارت أمام يعني أقدام المقاومين، لكن العدو يستعيد بذلك ويعوض عن يعني جهله في المنطقة وعدم قدرته للمواجهة لأن المقاومة متحركة ولا تظهر ولا يحسن أن يعني يتتبعها، فيستهدف المدنيين حتى يؤثر على الحالة المعنوية ويعني يحاول تهجير السكان ليضغط السكان على المقاومة، وبالتالي المقاومة تضطر لتخفيض سقوفها السياسية في المفاوضات. إذا تسمح لي دكتور محمود، قضية تهجير سكان غزة حاليا هل يتخذها الاحتلال استراتيجية أمنية عسكرية لو راح تكون استراتيجية استيطانية جديدة؟ الاحتلال في الوقت الحاضر يريد أن يغطي على الفشل العسكري والأمني والسياسي، وهو يريد أن ينجز إنجازات سياسية فوق تعويض هذه الخسارة والتغطية عليها أمام أي لجنة ستشكل في قادم الأيام وتدين المستوى السياسي وكل المستوى العسكري على مدار عقد ونصف من الزمان، فبالتالي يريد أن يستعيد ذلك بإنجاز سياسي. الإنجاز السياسي لربما يختار شريط ويقيم عليه يعني استيطان من جديد، هذا لو تمكن، لذلك لديه أفكار وطموحات كثيرة. هل المقاومة من ضمنها دكتور محمود إذا تسمح لي، من ضمنها أنه فعلا توجد رغبة لدى الكيان الغاصب بتهجير سكان غزة نحو سيناء؟ هل يعني بالضبط تبحث إسرائيل عن إخلاء غزة ربما من السكان؟ ليس رغبة، خطط، وهذا الأمر يطرح، ويعني عبد الفتاح السيسي رئيس مصر تحدث بشكل يعني واضح، قال استقبلنا ملايين، ولكن ما يطلب منا اتجاه الفلسطينيين هذا له يعني استحقاق سياسي ونحن نرفض. من حدث لديهم يعني اضطرابات داخلية واضطروا لأن يأتوا لاجئين استقبلناهم، هكذا قال. والأردنيون وزارة الخارجية دون أن يطرق أحد بابها قالت نرفض استقبال وتهجير الفلسطينيين. الخارجية السعودية قالت نرفض، الخارجية القطرية وكذلك تركيا. إذن الموضوع مطروح، والرغبة الصهيونية واضحة وليست خفية، هو يطلب من 1,200,000 فلسطيني من الشمال للذهاب إلى الجنوب. طيب عندما يريد أن يقصف الجنوب سيقول لمن هو في الجنوب ومن جاء في الشمال لو سلمنا لا سمح الله وقدر أن الشعب يعني أخذ على حين غرة واستجاب، اذهب إلى سيناء، وبعدها من يعيد الفلسطينيين؟ ألم يقل للفلسطينيين في 48 اخرجوا والجيوش العربية ستقوم بصد العدوان وإعادتكم، وفي 67 النزوح ستعودون، وهم الفلسطينيين يعني في الشتات وبلدان ودول اللجوء؟ لن يكرر الفلسطينيين النزوح ولا اللجوء، يبقون في أرضهم شهداء أو أحياء، و يعني سيكونون بإذن الله أحياء ويعني منتصرين على هذا الجلاد المجرم المتعجرف. أرجع لك سيد فاضل، إخلاء عدد مليونين يعني مو سهل، ممكن سيد فاضل أن تعتمد إسرائيل استراتيجية الأرض المحروقة في غزة؟ يعني أولا لا أعتقد أن ستكون هناك هجرة عكسية، لأن مصر لا يمكن والحال هذه أن تتقبل أي توطين، لأن هذا يضر بمصلحتين، المصلحة الأولى هي الشعب الفلسطيني، والمصلحة الثانية أنها لا تريد أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. فضلا عن ذلك أنا لا أعتقد أن الكيان الغاصب يغامر بهذا الشكل. نعم هناك موت وصمت يعني من 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 الحراك العربي من الدول العربية، لكن حتى مع وجود هذا أعتقد أن الفلسطينيين لا زال فيهم حياة، لا زالوا ينبضون، لا زالت لديهم القدرة على إحداث شيء.
الفلسطينيون الذين نجحوا في عبور الخط الجدار الإلكتروني الذي ينغمس تحت الأرض بعشرة متر وفوق الأرض بستة متر وأسلاك شائكة وخرسانة ومواد شديدة المقاومة، هي لم تصمد أمام فصيل بلحاظ الجيش وفصيل صغير لكنه مفعم باليقين ويعني حقا يتسلح بالإقدام. لذلك أعتقد أن الفلسطينيين استوعبوا الدرس جيدا، هذا الدرس توارثوه من أجدادهم بأنه عملية ترك الأراضي الفلسطينية هي احتلال آخر فوق الطين بلة، ولا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم رغبة ولديهم استعداد للتخلي عن أراضيهم. لكن سيد فاضل، إذا دفع الفلسطينيون سكان غزة نحو سيناء، شنو البيد مصر؟ كيف سترد مصر على هذه المحاولات الإسرائيلية حاليا؟ يعني أعتقد أن حماس والقسام وفصائل أخرى قد تلتحق بركبهم، لا أعتقد أنهم سيقفون مكتوفي الأيدي في حال حدث هذا التهجير. هذا التهجير هو بطعم 48، هذا التهجير هو يشبه إلى حد كبير 67، انتكاسات كبيرة جدا لا يمكن والحال هذه أن تتكرر، هذه مآسي لا يمكن أن تتكرر حتى وإن استشهد جميع الفلسطينيون في غزة أو في غيرها. لذلك الفلسطينيون لا يمكن أن يرضوا بهذا، وأنا أستشعر أن عملية النزوح حتى وإن كانت من بعض العوائل لكن لا يمكن لها أن تستمر. الوطن لا يمكن أن يعوض والوطن لا يمكن أن يستمكن غيره. لذلك أعتقد أن الليالي أن قادم الأيام ستفصح عن حلول، وإن كانت هذه الحلول فيها روائح الدم وفيها القتل وفيها الإجرام وفيها الإثخان بجراح أهلنا في فلسطين وفي غزة خصوصا، لكن لا أعتقد أنهم سيختارون وسيلجؤون إلى هذا الحل الذي هو يعد من 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 أسوأ الحلول ومن أكثر الحلول مرارة. دكتور محمود، كما يبدو أن الكيان الصهيوني قرر خوض معركة طويلة الأمد، لكن إلى أي مدى المقاومة الفلسطينية حاضرة ومستعدة لمثل هكذا معركة إذا امتدت طويلا؟ المقاومة جاهزة ولديها الإمكانات والخطط للصمود والاستمرار وتكبيد العدو الخسار، لكن مطلوب التكامل. هذه معركة الأمة، القدس التي كانت عنوان هذه العملية هي جزء من عقيدة الأمة العربية والإسلامية، وكذلك ينتمي وينحاز لها أحرار العالم من حكم أنهم أحرار لا يقبلون الذل والهوان. فبالتالي بدون إسناد طبعا سيجد يعني عشرات آلاف المقاومين مقابل نصف مليون جندي مدعوم بآلة فتاكة أمريكية غربية، للأسف جزء من الغرب الآن ينحاز وبشكل واضح لصالح الكيان الصهيوني. فهذا يحتاج عمل وتحرك خارج الصندوق، يعني بدنا شوية جنود مثل ما يعني خرجت عن الطوق المقاومة في قطاع غزة وشبت عنه وفرضت حقائق على هذا العدو، ما كان للعدو أن يتخيلها. العدو كان يعتقد أنه مر من خرم الإبرة ولم يعد معرضا للخطر، وكان يسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإذا تحقق له ذلك هو باق إلى يوم الدين على أرض فلسطين. لكن هذه العملية ذكرته بأن وجوده طارئ وأن انهيار هذا الكيان الغدة السرطانية واجب وممكن. لذا العدو يريد أن يمحي من ذاكرته ما جرى، يريد أن يمحي من ذاكرة الجنود، من ذاكرة الجمهور، جمهور المستوطنين، أن الجندي الذي كان لا يقهر قهر، والذي الجيش الذي لا يقاتل قتل وقتل، والجيش الذي كان يتربع ويفرض إرادته ويصوت ويشوط في الشرق الأوسط كله يهزم. هذه حقائق لها علاقة بالوعي والاستعداد، هذه لها علاقة بالوعي وانعكاس على الاستعداد. نفسية العرب الآن يقول أن هذا الجندي وهذا الجيش كشف كرتوني من ورق عند المحكات لم يصمد. فرقة غزة أمام ثلة 1200 مقاتل انهارت وتم التحقيق مع ضباطها في داخل الثكنات على مدار أيام، وجيش الإسرائيلي المؤلل الذي يملك. واضح دكتور محمود، شكرا لك. لا يستطيع أن يفعل شيء.
شكرا لكم الباحث بشأن السياسي الدكتور محمود مرادي، كنت معنا من فلسطين، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا الشكر موصل لكم، وإلى اللقاء في حصاد آخر.